اهلا بكم في هلا. اليوم بشكل استثنائي الغينا العناوين لنبدا بدايه استثنائيه بالرياض. الرياض مدينه التاريخ، عاصمه الحاضر المزهر، جوهره المستقبل المشرق. ليس جديدا علينا ان نفوز بالامجاد. مدي جناحك تيها وانتشي طربا. من قال انك اخت المجد ما كذبا. ما مر طيفك في الاعماق يشعلها الا وجن دمي بالشوق واصطخبا. انت الرياض جناح مد هامته نحو الذرى وجناح عانق الشهوب. بالفرح عطر ونهر وسنين نقضيها معاكم في شهر. حياكم الله في الرياض. الفرح عطر ونهر وسنين نقضيها معاكم في شهر. حياكم الله في الرياض. أي والله هنا الرياض، واحد من الأيام السعودية التاريخية عالميا للمملكة العربية السعودية. هل نستحق هذا المنجز؟ نعم. هل بذلنا إليه ما يمكن أن يحقق النجاح؟ نعم. هل اتخذنا خطواتنا الصحيحة والمشرفة والجميلة وقدمنا الرياض بصورتها الحالية والمستقبلية الأفضل مما أهلنا إلى أنه نحصل على هذا الامتياز التاريخي العالمي الجميل؟ نعم. إذن الرياض أو إكسبو 2030 سيقام في الرياض، عنوان مضيء وجميل ويتواكب مع مسمى رؤيتنا. جهود عظيمة وكبيرة جدا قدمها المسؤولون عن هذا الملف السعودي. في البداية خلونا نتوجه بكل التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى مقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذا المنجز الكبير اللي تحقق اليوم. وإن شاء الله أنه إكسبو 2030 ستكون نسخة استثنائية في كل تاريخ يعني هذا الأمر حتى اليوم، منذ انطلاقته وحتى اليوم. لازم نقول كلمة شكر وعدل وإنصاف في حق كل المسؤولين الذين تولوا هذا الملف من بدايته، عرضوه في أماكن متعددة على مستوى العالم، اجتهدوا فيه. يمكن شفنا اليوم وراح نعرض أثناء الحلقة فرحة الوفد السعودي أثناء إعلان هذا الخبر، التكاتف الكبير اللي حدث من كل جهات الدولة، من كل مسؤوليها، من كل فرق عملها، من كل العاملين فيها، من أجل أنه نصعد بهذا الملف ونتوج بهذا المنجز الكبير جدا. الحقيقة أنها أشياء عظيمة جدا وفرحة تاريخية. إحنا الحين نعيش ردة الفعل الأولى لهذا الموضوع لأنه القرار من دقائق، ولكن كنا في دواخلنا متفائلين جدا بأننا نستطيع الحصول على ما هو أفضل على هذا الأمر على ما بعد إن شاء الله.
المنجزات تتوالى ولله الحمد، الخير باق في هذه الأرض، النجاحات كثيرة جدا، ونحن دائما وأبدا مثل ما قلنا في المقدمة نقول الآن جديرون بكل هذا التميز والمجد. خلونا ناخذكم لصوت محمد العرجاني وإلى هذا التقرير التفصيلي، وبعد نرجع في حلقة مختلفة. طيب، إلى أن يجهز التقرير اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم معي هنا في الاستديو، المحلل الاقتصادي الأستاذ علي الحازمي. أستاذ علي، مساء الخير، شكرا لقبولك هذه الدعوة ومبروك لنا. الله يبارك فيك، مبروك حكومة وشعبا، هذا الإنجاز لم يأتي مصادفة، ملف عمل عليه من 3-4 سنوات، يقاد بالرجل الثاني في الدولة. أنا أعتقد بأن العالم اليوم هو اختار المملكة لهذا الحدث، لذلك أنا أعتقد بأن اليوم هو تتويج، هو لمجهودات من الصغير إلى الكبير في هذه الدولة. المؤتمرات، المخيمات، كل التي حصلت حول العالم اليوم تتوج. حتى في زيارة ولي العهد لكثير من الدول، ملف إكسبو حاضر في هذه الزيارات، وهو واحد من الملفات التي تناقش ضمن الزيارات الرسمية لولي العهد. جميل جدا. إذا تسمح لي بس أنقلك وأنقل المشاهدين مباشرة إلى هذا الخبر من وكالة الأنباء السعودية واصل أخبار الملكية: سمو ولي العهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وبصراحة من الهاشتاجات الجميلة: الرياض اختيار العالم. بقرأ لكم شيء في نص الخبر: رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. جاء ذلك عقب إعلان المكتب الدولي للمعارض اليوم الثلاثاء فوز ملف المملكة باستضافة المعرض خلال الفترة في أكتوبر 2030 حتى مارس 2031، كما عبر سموه عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة وكذلك للدولتين المنافستين. وقال سمو ولي العهد حفظه الله بهذه المناسبة: يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها. واحد من الأخبار المهمة والجميلة جدا، وحقيقة أنه يعني مهما قلنا وتحدثنا وشرحنا وفصلنا في الدور العظيم الذي يبذل الأمير محمد بن سلمان في كل قطاعات هذه الدولة ومجالاتها ومهتم فيها، لن ينتهي الكلام ولن ينتهي الوصف ولن ينتهي الفخر. ولكن في هذا الملف تحديدا، في إكسبو 2030، الأمير محمد بن سلمان قاد الموضوع من بداياته، قاد هذا الحلم وأوصلنا إلى هذا المنجز، وأنا أعني هذه الكلمة، أوصلنا الأمير محمد كما أوصلنا في مرات كثيرة جدا اختصر فيها أزمنة الأحلام، عانقنا فيها المستقبل، تفوقنا، حزن الريادة بفضل الله، ثم بالجهود الحثيثة والكبيرة والعظيمة التي يحملها ويملكها ويقدمها هذا الرجل لوطنه اليوم ولشعبه ولتاريخه ولهذه الأرض المباركة. كل الشكر للأمير محمد بن سلمان على كل ما يقدم، ليس في إكسبو فقط بل في كل مناحي الحياة. اليوم المملكة العربية السعودية تعيش واحدة من مراحلها التاريخية المختلفة تماما. أرجع لك أستاذ علي الحازمي، الولي العهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين. تتويج مهم حقيقة. هنا اليوم هذا الملف لم يكن لينتصر ويحقق هذه المكتسبات لولا وجود دعم من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، أيضا طاقم الوزراء الذين جابوا كل دول العالم لتحقيق هذا الهدف. أنا أعتقد هو استحقاق ولم يكن مصادفة ما حصل اليوم. وعندما نشاهد الملفات التي عرضت في إكسبو، سواء من العاصمة روما أو سواء نتحدث من سيول أو من الرياض، نكتشف بأن ملف الرياض هو ملف مختلف كليا، من ناحية الإعدادات، من ناحية ما سيحدث قبل هذا الحدث، ماذا سيكون أثناء هذا الحدث، وما سيكون بعد هذا الحدث. هذا الحدث هو الجوهر التي ستتوج بها رؤية المملكة 2030. جميل. أستاذ علي، اليوم علشان ننقل المشاهدين إلى منطقة تثقيفية جميلة، اشرح للمشاهد اللي جديد على فكرة إكسبو أو مثلا ما يعرف التفاصيل، وش هو إكسبو وماذا يعني أن تفوز الرياض بإكسبو 2030؟ نعم، طبعا إكسبو هو عبارة عن معرض أنشئ 1851. يعرض في هذا المعرض كل
الاختراعات الحالية وما سيكون عليه المستقبل، وأيضا ما كان عليه الماضي. إذا هو جلب للماضي ليكون حاضرا في المستقبل، هذا إكسبو. طبعا إذا تحدثنا، هذا المعرض يقام كل 5 سنوات، يعني للدولة بأن هناك تسليط وأضواء عالمية ستكون على هذه الدولة خلال 5 سنوات، وطبعا يعرض كل 5 سنوات، في 2025 أعتقد سيكون في اليابان، وبعدها 2030 سيكون في المملكة. إذن هذا المعرض سيكون هناك مردود اقتصادي، مردود ثقافي، حتى مردود إذا تحدثنا على مستوى الملفات السياسية سيكون هناك مردود عليها. هذا الملف حقيقة لعبت فيه الأوراق السياسية دور، والملفات الاقتصادية كانت حاضرة. عندما يذهب ولي العهد في زيارات دبلوماسية هذا الملف حاضر، وهذا يعني بأنه يشكل أولوية، وهو ركن من أركان، إن لم أكن هو الركن الأساسي هو ركن من أركان رؤية المملكة 2030. وكانت المسألة لدينا ليكون لدينا هذا المعرض هو أن تكون أو تكون، ليس هناك خيار آخر. جميل. طيب اليوم البعد الاقتصادي ربما هو الأكبر، هو الأوضح في مثل هذا المعرض. ما الفوائد الاقتصادية التي تعود إجمالا على الدول المستضيفة والمتوقع أن تعود على الرياض؟ نعم، طبعا إذا تحدثنا عن هذا المعرض في حد ذاته، يعني طبعا دعنا نتحدث ماذا سيحدث قبل هذا المعرض في 7 سنوات القادمة. طيب. وماذا سيحدث أثناء هذا المعرض، وماذا سيحدث بعد هذا المعرض. الرياض لن تنام من الليلة، ستكون هناك حراك بنية تحتية. المساحة التي خصصت لهذا المعرض هي تتجاوز 6 مليون متر، رصدت المملكة أكثر من 28 مليار ريال لهذا الحدث. هذه الأرقام كفيلة بأن تبين لنا عظمة هذا الحدث وأهميته. طبعا الدراسات أو الأحداث أو المعارض التي حدثت تاريخيا بيّنت لنا الأثر الاقتصادي. فمثلا هذه المعارض في المجمل إذا درسنا تاريخيا والأبحاث أثبتت بأنه يضيف للناتج المحلي من 0.5% إلى 1%. هذه الأحداث للناتج المحلي، للناتج المحلي. طيب. ككل في المجمل عدد الزوار لا يقل عن 20 مليون، والمستهدف في المملكة سيكون 40 مليون. لك أن تتخيل بأن 40 مليون سيأتون إلى المملكة يبحثون عن فنادق، وسائل مواصلات، أيضا الخدمات اللوجستية والمطاعم وغيرها. هذا كل هذه القطاعات ستتأثر بشكل إيجابي مع هذا المعرض. أيضا إذا تحدثنا عن موضوع الإيرادات المالية، حتما ستكون هناك إيرادات مالية، ولأول مرة في تاريخ هذا المعرض سيكون هناك 1 مليار مشاهد افتراضي، وهذا في تأكيد، هذه إضافة، بأن المملكة ترى بأن هذا المعرض هو حق أصيل لشعوب العالم الذين لا يستطيعون أن يأتوا إلى المملكة، لذلك منحت هذا الحق لهم ليشاهدوا. نعم. هذا المعرض من كل أرجاء العالم. أستاذ علي، أنا أعرف أنك غرقان في الاقتصاد إلى أقصاك، تمام، كيفك مع الشعر؟ والله متذوق، ولكني لست بشاعر. طيب خلنا ناخذ الناس كذا لأجواء الفرحة. الشاعر الوطني الجميل مشعل بن محماس يعني كتب بيتين قبل قليل ونشرها على حسابه في تويتر، بنشوفها قدامكم الآن، وحاط هاشتاج الرياض اكسبو وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يقول فيها: قل اكسبو مبروك ومنظمينه، تراه كاسبنا وحنا كسبناه، والمكسب اللي كلنا ذاخرينه، محمد اللي تصنع المجد يمناه. بيتين جميلة جدا يستحقها الأمير محمد بن سلمان، فخورين بهذا الرجل بما قدم بقيادته لهذا الملف. المجد الذي تحقق اليوم هو واحد من سلسلة أمجاد حققناها سابقا وسنحققها مستقبلا إن شاء الله. فاصل مكملين. أهلا بكم مجددا في يا هلا. إذن الفرحة السعودية مستمرة، بناخذكم إلى بعض التغريدات الجميلة وبعض الاحتفاء وبعض السعادة. هذه تغريدة لسمو وزير الثقافة على حسابه في تويتر، ويحتفي فيها ببيتين من الشعر. هذه تغريدة لمعالي عادل الجبير، يقول فيها: أرفع التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، ولكل السعوديين بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030،
مبارك لنا هذا الإنجاز. وكل شوية بنستعرض معكم تغريدات، بناخذكم لأجواء السعادة والفرحة السعودية. في كلمة لسمو وزير الخارجية بعد قليل بنعرضها، فيديو فرحة الوفد السعودي، كل هذه التفاصيل. خلوني أرجع شوي للاستوديو مع ضيفي الكريم المحلل الاقتصادي الأستاذ علي الحازم. أستاذ علي، اليوم في نقطة لاحظناها أيضا ودي نشرحها للمشاهدين، ألا وهي تكاتف كل الجهات، الوزراء، المسؤولين من أجل إنجاح هذا الملف، كل جهة بطريقتها ومشروعاتها المستقبلية. تفضل. فكرة أن كل جهة تعمل في فلك هذه انتهت مع رؤية المملكة 2030، وكلنا نتذكر العام 2016 عندما انطلقت الرؤية واجتمع كل الوزراء والوزارات في فندق واحد ليضعوا خططهم المستقبلية التي تتقاطع مع بعض والتي من الممكن أن تنتج فكرة مكتملة. لذلك أنا أعتقد بأن هذا التكامل ما بين الوزارات وما بين صناع القرار في المملكة هو نتاج ثقافة حدثت مع رؤية المملكة 2030. فما يحصل اليوم حقيقة من تكاتف، ونشاهد بأن البعض منهم الآن يدير أو يحضر تتويج إكسبو، البعض منهم في الشمال للملف الاستثماري هناك، والبعض منهم أعتقد سيتوجه إلى جازان غدا للملف الاستثماري هناك. هذا في تأكيد بأن هناك حراك اقتصادي على مستوى صناع على مستوى صناع القرار هنا. فلذلك كل تيم مكلف بملف معين بتوجيهات ولي العهد. لذلك ما يحصل الآن من تقاطع ما بين وهذا الانتجريشن أو ما بين هذا التوافق ما بين صناع القرار، أنا أعتقد هي ثقافة خرجت مع رؤية المملكة 2030. نعم، ومستمرة. يعني بالفعل أباخذ منك كلمة ثقافة، أصبحت ثقافة عندنا، أصبحت ثقافة حتى على مستوى الوزارات، على مستوى الهيئات الوطنية. عندما تدخل وتتعمق فيها تعلم كمية أو تعلم ثقافة أن تتحدث مع هيئة أخرى، مع وزارة أخرى، وكأنك تشعر تعمل ضمن منظومة واحدة. لذلك هي ثقافة الآن صنعت، ولا أعتقد بأن زراعة هذه الثقافة، نعم هي أخذت تقريبا 3 إلى 4 سنوات، ولكن نتائجها أنا أعتقد ستكون مستمرة على المدى الطويل. وجود هذه الثقافة، ثق تماما بأن هناك ملفات أحيانا تكون عالقة بالاجتماع على طاولة واحدة وفكرة موحدة هي تنتهي في غضون 5 إلى 10 دقائق. جميل. سنذهب إلى اتصال هاتفي الآن. معي على الهاتف الدكتور محمد حطحوط، مستشار التسويق المعروف، الرجل اللي شرفنا في أكثر من مرة. وبالمناسبة هذه تغريدته أمامكم الآن نعرضها، يقول ألف مبروك للوطن، خبر جديد يسجل ضمن نجاحات متتالية لهذا الوطن العظيم. دكتور، مبروك للوطن، مبروك لنا جميعا، وحياك الله في أهلا. أهلا وسهلا فيك أخي الغالي. ألف مبروك الوطن. لما أقول نجاح جديد، خلي أعطيكم كذا شيء في قلبي الصراحة. هات. يجب أن نعرف أن اللي قاعد يصير اليوم شيء جنوني، بمعنى كلمة جنوني، شيء غير مسبوق. لا توجد دولة في العالم اليوم يصير فيها هذا الحراك يصير في السعودية. خلني أعطيك الشهر هذا بس، ترى مشكلتها اليوم في السعودية إيه؟ من كثر الأحداث وتسارعها، أنا أعتقد نحن اليوم كسعوديين ومقيمين مو قادرين حتى نستوعب أن حنا في مرحلة ترى مخيفة. يعني أعتقد أنه بعد سنوات لما ننظر لها نقول أوف، كل هذا يمكن ما نشعر بالحراك اللي قاعد يصير. ننظر هذا الشهر فقط جانا إنجنتيه ويستفيده، أطلقنا كأس العالم لكتوري السنة القادمة. صحيح. كان يوم اثنين ما أنساه. الثلاثاء أنا دعيت وحضرت مؤتمر FII، أعظم أنا أعتقد أنه من أعظم 3 مؤتمرات في العالم دون شك. شيء خرافي، يحضر سمو سيدي، يحضر رئيس الكور، يحضر حضور الجميع المؤثرين في العالم. نعم. أسبوع بعدها جت الموافقة أو الملف في كأس العالم وانتهينا منه. اليوم الآن إعلان إكسبو اللي يعتبر ترى 6 أضعاف حضور كأس العالم من 6 أشهر. هذه الأحداث الكبيرة ترى المؤثرة اليوم ترى أنت حديث العالم. حتى اليوم قبل شيء غردت قلت اليوم الحاقدين، اليوم الحاسدين، مو بالليلة هذه ليلة عزاء. الشهر السنة السعودية من 2016 هم داخلين في عزاء، مو قادرين حتى يلحقون على كمية الأخبار وكمية الإنجازات العالمية. ما أتكلم عن شغلة محلية تقول أثر عليها قرار محلي، أتكلم عن أشياء عالمية، تحالفات دول، عمل استمر لسنتين، كان وزراء الله يعطيهم العافية يفرون العالم لأخذ موافقات كل هذه الدول،
والحلو ان الدول هذه عندها الثقه ان السعوديه مو قادره وبس انها تقول هذا الحدث، وانما تبهر العالم ايضا بهذه الاحداث الكبيره. اليوم لما تاخذ كاس العالم وتاخذ اكسبوس وتاخذ ثقه العالم انه انت مو بس تحق بس، وصار مره في كاس العالم انه المحلل انجليزي انا سمعته باذن يقول من يجرؤ كذا بالعباره، من يجرؤ في العالم يقدم ملف ضد السعوديه في 2034. اليوم هذا الحضور الطاغي المرعب الكبير من عرابه يا اخي، مهما كنت والله ترفع القبه احترام لسمو السيد محمد بن سلمان اللي خلانا احنا كسعوديين اليوم مو بثقه بس بينا وبس، اليوم اصبح اليوم لما تسافر بالعالم تفرح، بس الواحد لما يقول انت من السعوديه شوف كميه المواضيع اللي تنفتح، انت انسان مهتم بالثقافه بتفتح معه ملف اكسبو، مهتم بالكوره بتناقش رونالدو فوز على الارجنتين واحداثنا تنتهي، مهتم بالثقافه عندك ملفات كثيره ثقافيه، مهتم باي مجال اليوم عنده فيه نجاح اقتصاديا، احنا اليوم الاعلى في دول 20 نمو اقتصادي السنه العام الماضي. يعني انت مو تسجل، بعض الناس ايضا بعض الناس يقولنا هل نجاحات رياضيه ثقافيه اشياء تافهه، لا يا عزيزي هذه ضمن رؤيه متكامله الاقتصادي اللي هو اكبرها واهمها واعظمها، انت من دول 20 اللي هي اعلى واكبر الدول في العالم، انت العام الماضي اعلى دوله، انت تجاوز امريكا اليابان كل الدول كاعلى نمو في 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 وقت الدول الاخرى قاعد تعاني منه. النجاحات هذه انا اعتقد انه ما في احد فينا بصراحه اليوم في السعوديه قادر على استيعاب هذا الحراك وهذا التغير وهذا السباق المحموم في كل المستويات، لذلك انا اعتقد اللي يصير في السعوديه اليوم هو يمكن يعادل ما صار في في, نعم. في في السعوديه من نشاتها، الحراك اللي يصير على مستوى حكومي على مستوى قطاع خاص على مستوى رياضي على مستوى ثقافي على مستوى اقتصادي، شيء مهول ما يسعنا انه نبارك فيه لانفسنا اولا كسعوديين ومحظوظين بهالقياده العظيمه الحمد لله كل يوم تبهرنا ان المستحيل ليس سعودي. والقادم اجمل ان شاء الله. دكتور محمد شكرا جزيلا لك لهذه المشاعر الجميله لهذا الحديث الثري، وبالفعل المستحيل ليس سعوديا. بناخذكم الى كلمه سمو وزير الخارجيه بعد اعلان فوز الرياض باكسبو 2030، خلونا نشوف. فضل الله ثم القياده الرشيدة وتحديدا قيادة سمو سيدي ولي العهد الذي تابع هذا الملف لحظة بلحظة وأول بأول وقاده شخصيا إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة الرائعة، الفوز بثلثي الأصوات في الجولة الأولى، وهذا دلالة مرة أخرى على مكانة المملكة العربية السعودية وثقة المجتمع الدولي في المملكة وفيما يجري في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030. وأنا واثق أننا سنقدم ليس فقط إكسبو مميز، لكن إكسبو يغير المعادلة فيما يتعلق بالمعرض الدولي، وملتزمون بذلك إن شاء الله. والشكر موصول لكل الزملاء الذي عملوا بدون كلل أو ملل، وهم كثر بارك الله فيهم لأن يتحقق هذا. ولا أنسى أن أشكر كل الدول التي دعمت ولها تقديرنا العالي، ونعدها أن نكون عند ثقتها بالمملكة العربية السعودية. شكرا لسمو وزير الخارجية، كلمات مهمة جدا، حالة من السعادة الجميلة جدا. أستاذ علي، كلمة مهمة، جملة مهمة وردت على لسان وزير الخارجية، يقول فيما معناه أنه لن نقدم فقط معرض مميز وإنما سنغير المعادلة في هذا المعرض. لفتت انتباهي وربما إن لم تذكرها لذكرتها، سنغير المعادلة. وأنا كما أشرت ربما في بداية الحلقة بأن هذا المعرض مختلف كليا عن المعارض من ناحية عدد الزوار، من ناحية الطريقة لأول مرة تعرض وهي الطريقة الحضور الافتراضي. أيضا نتحدث بأن تحدث خلال عندما عرض الملف اليوم تحدثوا عن الزيارات كيف ستكون مبسطة بشكل كبير من حيث الحصول على التأشيرات الدخول، كيف سيكون هناك ربط ما بين المطار وما بين هذا المعرض. اليوم موقع المملكة إذا تحدثنا لماذا إكسبو سيكون مختلف، أولا البعد الزماني هو يتوافق مع تتويج رؤية المملكة 2030، لذلك اليوم نحن كشعب لدينا قصة نريد أن نحكيها للعالم.
هذه القصة ليست لنقول لهم بأننا أبطال، ولكن نحن على استعداد لمشاركة هذه القصة لمن يريد أن يحذو حذونا. أيضا البعد المكاني، اليوم موقع الرياض أو موقع المملكة ككل لا يبعد إلا 50% يعني لا يبعد إلا 5 ساعات، يعني 50% من دول العالم لا تبعد عن المملكة إلا 5 ساعات، و80% من الدول لا تبعد إلا 6 ساعات. لذلك المنطقة ستكون أو الزيارة ستكون يعني بشكل بسيط بشكل أكبر. يعني أنا أعتقد بأن مع يعني وزير الخارجية اليوم ربما قدم شكر الشعب للعالم، وأنا أقول من هنا بأننا سنبهر العالم ونشكر الدول التي صوتت والتي لم تصوت، شكرا لكم لأنكم ستحفزوننا على أن نقدم نسخة يعني تبهر العالم. لذلك في كل الحالتين كان التصويت إيجابي أو سلبي، نحن مستعدون حكومة وشعبا لهذا التاريخ. جميل جدا، حديث مهم وفي مكانه. وقبل الفاصل بناخذكم لتويتر شوي ونشوف هذه التغريدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز في هاشتاج الرياض إكسبو 2030. يقول إكسبو نعم كسبنا وسنكسب، فهذا وطن بعون الله ثم برؤية قيادته وعزم شعبه لا يعرف إلا الكسب. وذكر شطر من قصيدة شهيرة له يقول فيها: قبلوا تراب الوطن هذا الزمان أخضر. الحمد لله. حياكم الله مجددا في أهلا، ما زلنا نعيش فرحة هذا الفوز التاريخي باستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030. وبنأخذكم إلى هذه التغريدة لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، يقول فيها: قالها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن 21. الرياض تفوز دائما، هذه المرة باستضافة إكسبو 2030، معا نستشرف المستقبل. وهذه الصورة الجميلة لسمو الأمير محمد بن سلمان مع شعار رياض إكسبو 2030. أيضا بناخذكم إلى مجموعة من المعلومات وأناقش فيها ضيف الأستاذ علي الحازمي، أنه من المتوقع أن يزور إكسبو الرياض 2030 قرابة 40 مليون زائر بمشاركة 246 جهة من 179 دولة حول العالم، ومليار زائر عبر المواقع الافتراضية. تعليقك ويمكن تناولناها بشكل مبسط فصل لنا فيها. طبعا عندما نتحدث عن أهمية ملف إكسبو تأتي من هذه الأرقام. يعني عندما نشاهد حضور كأس العالم مثلا في قطر 7 مليون، عندما نشاهد الألعاب الأولمبية لا يتجاوز 1 مليون، عندما نتحدث عن إكسبو الذي لا يقل عن 20 مليون في أسوأ الظروف والمملكة تستهدف 40 مليون، هنا تأتي أهمية هذا المعرض، هنا تأتي ماذا يعني أن يدخل إلى أرضك تقريبا 40 مليون. ولو فرضنا جدلا بأن من سيأتون 30 مليون و10 مليون هم من الداخل، في نفس الوقت هذه تعتبر أرقام كبيرة، تعتبر مهمة للاقتصاد، مهمة للقطاع السياحي، مهمة للقطاع العقاري والبنية التحتية، مهمة لقطاع التجزئة والجملة، مهمة للقطاع المصرفي. لذلك اقتصاديا بكل ما تعنيه الكلمة هذه الأرقام تعتبر هي أرقام مهمة وستنعكس بشكل إيجابي سواء قبل المعرض أو خلال المعرض أو بعد المعرض. الأمر الآخر، ما سيحدث من بنية تحتية هي ليست من أجل هذا المعرض، هذه البنية ستستمر. لدينا كأس العالم 2034، فالمملكة بتجهيزها لهذا المعرض هو حقيقة تجهيز لكأس العالم في نفس الوقت. جميل. من الأشياء المتوقع حدوثها واللي ستحدث أنه سيتم تشغيل موقع المعرض بالطاقة النظيفة عبر الاستفادة من الطاقة الشمسية الهائلة في المملكة، رسالة سعودية إلى العالم. نعم، هذه رسالة لمنتدى باريس للمناخ الذين يرون بأن المملكة واحدة من الدول المنتجة للنفط وهي لها دور حقيقة ربما في الأوضاع المناخية. المملكة تؤكد لهم بأنها تتبنى وتنتهج الطاقة النظيفة. تحدثنا عن هذا الأمر في نيوم الذي سيحرك كاملا بالطاقة النظيفة. ب 2030 المملكة ستري العالم على أرض الواقع
ماذا ستكون عليه نيوم في بعد هذا التوقيت. لذلك أنا أعتقد بأنه نموذج مصغر لاستخدامات الطاقة النظيفة ستكون حقيقة في معرض إكسبو وماذا سيكون عليها نيوم مستقبلا. جميل، خلونا نشوف هذه التغريدة أيضا لسمو وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على حسابه في تويتر أو منصة إكس، غرد قائلا: سمو سيدي ولي العهد يكتب للرياض تاريخها ويصنعه ألف مبروك. احتفاءات الوزراء، احتفاءات المسؤولين، بدأنا نشاهد حتى احتفالات كثيرة من دول خليجية ودول عربية ومن دول العالم بهذا المنجز. الرياض ينظر إليها اليوم أنها واحدة من أكبر عواصم القرار في العالم. حتما، المملكة بثقلها السياسي والاقتصادي هي واحدة من الدول الراسمة للسياسات الاقتصادية في العالم، وواحدة من المحركات لأسواق العالم في مجال الطاقة. المملكة واحدة من الدول التي تحفظ توازنات في الشرق الأوسط. المملكة تمثل إنتاجها وناتجها المحلي ثلثين الناتج المحلي لجميع الدول العربية. لذلك تأتي أهمية المملكة من الأرقام وليس نابع من مشاعر وعواطف. عندما تحدث ولي العهد في وقت سابق في بداية الرؤية، أعتقد في العام 2017 و18، في منتدى الاستثمار قال: لا تصدقوني وصدقوا الأرقام. هذه المقولة خالدة تخلد. انتصار اليوم لاستضافة معرض إكسبو ما هي إلا ترجمة لهذه المقولة، لأن لو لم تكن هناك أرقام لما حدث أو ما يحدث من تتابع من إنجازات متتالية. لذلك هي نتاج عمل وجهد، وثق تماما بأن الإنجازات لا تأتي مصادفة، إن أتى إنجاز مصادفة الآخر لا يأتي مصادفة. جميل، وبمناسبة الحديث عن العالم ونظرتهم للرياض، خلونا نشوف هذه التغريدة أيضا لمعالي الأستاذ بدر العساكر على حسابه أيضا في منصة إكس، كتب قائلا: الرياض اختيار العالم، وأرفقها بهذا الفيديو البسيط الذي يلقي الضوء على أهم المشروعات القادمة للرياض وفي استراتيجية الرياض وفي حضور الرياض عبر رؤية السعودية 2030 وعبر ما سيكون جاهزا إلى معرض إكسبو إن شاء الله 2030. أعود لك أستاذ علي، اليوم إيش الخطوات المتوقع أن نراها على أرض الواقع والميدان للعمل تجهيزا لإكسبو بدءا من يعني الأيام القليلة القادمة؟ المنطقة حددت وهي تكون بالقرب من مطار الرياض، 6 مليون متر مربع. أنا أعتقد بنهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنرى كل المعدات تتحرك. لأكون منصف، الفترة لم يكن فترة، ليس لدينا فترة كافية، 7 سنوات ليست كافية لتجهيز معرض بمساحة بهذه الضخامة. معرض سيستقبل 40 مليون، معرض حقيقة سيكون بنوعية مختلفة كما أشار وزير الخارجية وقال بأنه سيكون حدث استثنائي. لذلك أنا أعتقد بأن العمل سيكون صبح ومساء وليس لدينا وقت للتأخر. لذلك أنا أعتقد على الأكثر من الأسبوع القادم سترى الجميع يعمل. نعم. سواء على مستوى أبناء هذا الوطن أو حتى على مستوى الشركات الخارجية التي ستكون موجودة هنا. نعم، وحاضرة. نشاهد أيضا هذه التهنئة من رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كتب فيها: نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار. تتوالى الرسائل علي. شكرا لسمو الشيخ محمد بن زايد، ناخذ تعليق سريع منك. الرسائل تتوالى حبا وتقديرا وثقة في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. نحن كجسد واحد في دول الخليج، أنا واثق تماما بأننا إذا احتجنا دول الخليج سيكونون معنا سندا وعونا، وإذا كان هناك احتياج لهم فنحن معهم. لذلك أنا أعتقد بأن انتصار السعودية اليوم لهذا المعرض هو انتصار للدول الخليج والدول العربية، وتأكيدا على كلمة ولي العهد عندما قال: لا تنمية من غير أن تكون الدول العربية حاضرة في هذا. لذلك اليوم نتحدث
بروح الجميع. أنا متأكد بأن الدول العربية على أقل تقدير كلها صوتت لصالح المملكة. هذا المعرض هو معرض العالم العربي جميعا. جميل، إيش رأيك علي؟ يعني نأخذك ونأخذ المشاهدين كذا إلى منطقة مختلفة في البهجة والسعادة، تكلمنا وعرضنا تقارير وفيديوهات وتغريدات، الآن بنشوف هذا الفيديو الجميل والتاريخي والاستثنائي واللي بيظل موجود وبصمة خالدة. هذا الفيديو يوثق لحظة إعلان فوز الرياض وتفاعل الوفد السعودي في اللحظة اللي استقبلوا فيها النتيجة، الوفد السعودي الموجود في باريس. خلونا نشوف. لازم كلهم يصوتون. جولة. والله الفرحة جميلة واللحظة جميلة، الوزراء والمسؤولين والحاضرين والجميع يعيش هذه الفرحة التاريخية الجميلة. وأنا متأكد أنه خلال الليلة حتظهر فيديوهات وهنشوف احتفالات كثيرة جدا، ومن المتوقع أيضا أنه سماء العاصمة الرياض تحتفي بمجموعة من الألعاب الرياضية النارية وعروض الطائرات الدرونز. حنستمتع بليلة جميلة وبأيام قادمة جميلة وبعمل جميل وبتاريخ سعودي جميل. أباخذ تعليق منك أستاذ علي على اللي شفناه. ترجموا فرحة كل بيت سعودي، هذه حصلت أمام الجميع في الميديا، كل بيت سعودي حصل معه أو ما حدث في هذا المقطع حدث في كل صالة في كل منزل. اليوم تجردوا من مناصبهم وتحدثوا عن الوطن شعورا في هذا المقطع. جميل جدا، أنا أشكر لك هذا الحضور معنا، أشكر لك هذا التواجد، وإن شاء الله نحظى بك دائما وأبدا يا رب. أبدا، شرف وأنا أكون معكم دائما. شكرا جزيلا لك. أباهي كل ما قالوا سعودي، فهذا المجد غرس من جدودي، وما مرت بنا الرايات إلا زرعنا العز في قمم الحدود، وعدنا النصر نجلبه إلينا وفزنا بالشهامة والوعود.